كان رجل بما طيب وخلوق وعزيز عليا الضحك. واش نقول لك اخويا الله يرحمه ويسع عليه، عشنا في الدار البيضاء حياه زوينه بزاف، وكان عزيز عليه الاصدقاء ديالو يجيبهم للدار ويكرمهم، ومن اسي العزوزي عنده فكره واش نقول لك، وعزيز عليه وليداته حتى هما. شحال من سنه الزواج؟ من 1984. تبارك الله. شحال د الوليدات خلات؟ ثلاثة أنايا، عندي ثلاثة الحمد لله، ودابا راه زوج في كندا وغويتها هي. إيوا الله يرحمه، ولكن عشنا في واحد المدة مني بعد ما عطاه سيدنا الوسام كان عيد الشباب في طنجة، وأصروا صحابو ديال طنجة قال لي والو تسكن معنا في المدينة، وهو مسكين تيلمو ظريف بزاف معاهم، ما رفضش ليهم الطلب، قلبوا له على الدار. وجابوه وقالوا له واش عجباتك؟ عجباتو، وخدينا الدار ديال طنجة وجلسنا فيها بعد ما خدا الوسام في عيد الشباب، وجلسنا واحد المدة ديال 3 سنين. عيطوا له الناس ديال مراكش وقالوا له تعاود ترجع عندنا لمراكش. جينا جلسنا هنا اون فوا، جلسنا السنة الأولى في مراكش، بدا مولي تارك يمرض، ما نقولش لك تبوشوا له العروق في الرجلين بمساهمة ديال المولي رشيد ولي العهد أخ سيدي مولي العهد سي محمد السادس. نادى مسكين دخلوا لا كلينيك في رياض السلام في الرباط، وكنا كنمشيو من مراكش للرباط باش يصرح العروق برجليه، وفي نفس الوقت كانت عنده تيمور في لافيسي وما داش ليها الغاية وخلاها. بعد ما تعالجوا العروق عاد ناد لقى لا تيمور كبرات ليه، سيتي تخو طاغ باش يحيد لافي، قالوا له حيد لافيسي وما ايتي كونتر. الوغ من بعد هو بدينا الاجراءات ديال الشيميوثيرابي والراديوثيرابي بالمساهمه ديال سيدنا الله ينصرو محمد السادس لمده ديال 3 سنين في كلينيك مراكش، يوميا في لا كلينيك، وبنتو تتنعس معاه في لا كلينيك، وانا غاده جايه نجيب ليه الماكله ديالو مسكين، وما تيبغيش ياكل غير الماكله ديال الدار، كتعرفوا ملي الطاهر ما عزيزش عليه الماكله ديال الزنقه. الله في الاخر هو مسكين مني من العيد، من العيد لدابا لا بلاتي. مني تيكرطوا له ديما تيكرطوا لا فيسي، والى درجه مشى داك الشيء جاتو لا ميتاستاس. الوغ داك الشيء سرح له في الجسم كامل، ولواحد الدرجه ما تصورش، ومشى له البوا ديالو كامل، وقالوا لي من رمضان من العيد الصغير لدابا رمضان دوزو مزيان كياكل كل شيء، غير هو مسكين تيقول لك انا علاش ضعافيت، مالغري انا ما تنقوليش اش عنده. كنخبي عليه بزاف الحوايج، الله عارف كان عنده الكونسير، وان فوا كيديروا لي ديك تيكرطوا له، كنقول له انا مولي الطار ما بقى فيك والو، بريتي كرطوا لك صافي ما بقى عندك والو. الامل تيقول لك انا اللي عيط له كيقول لي انا راه غير نصحاه ونغلى جو في روبروند وغادي نخرج عندكم. ديما تيقول لك اعطيني الفانيد باش نغلاض، اعطيني الفانيد باش نصحاح، انا راه ما بقى لا عندي لا كونسير لا والو. ايوا في الاخر نهار العيد كلا معنا داك الفطور ديال الهربل صافي، لو لوندوما كنتسناو الراجل ياكل هذاك الى درجه 11 يوم لا ماكله لا شراب. لا انا لا انا ضد هذه الفكره، ونفضل انا راجلي يبقى في الدار تحت عينينا حنايا كاملين ونديروا لي كالمون، واحسن عنايه هي هذيك. وياكل اللي بغى ياكل الى قدر ياكل، الى هذا الصباح مع الخمسه الصباح مسكين دا سيدي ربي. اي والله يرحمه مسكين، ماشي اللي كاين وما سخيش بالدنيا مسكين وتيضحك الحمد لله على كل حال. شكرا.